الحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذه التظاهرة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا بدر الركابي. بدر، بعد التحية أطلعنا على تفاصيل هذه التظاهرة التي حصلت أمام وزارة المالية والصدامات التي حدثت ما بين قوات الشغب من جانب وأيضا المتظاهرين من جانب آخر. تفضل. نعم زميلي، خرجت العشرات من المسلمين لنقابات الصيادلة وكذلك أطباء الأسنان والمهن الصحية في العاصمة بغداد أمام وزارة المالية بتظاهرة حاشدة وبأعداد كبيرة صباح اليوم. لغاية الآن التظاهرة مستمرة بعد ساعة من انطلاقها، وهي انطلقت عند الساعة 9 صباحا. حصلت بعض المشاحنات المناوشات بين يعني القوة التي كانت تعمل على تأمين التظاهرة وحماية المتظاهرين وما بين المتظاهرين أنفسهم، يعني نتيجة لبعض الاحتكاكات وأيضا يعني ارتفاع درجات الحرارة، زخم الأعداد الكبيرة، أيضا رغبة المتظاهرين بالحصول على حقهم، خصوصا هم يتحدثون عن مظلومية كبيرة وعدم تطبيق للقانون. فبالتالي هذا الأمر ولد بعض المشاحنات، ولد بعض الاحتكاكات ما بين الطرفين، أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة بين الجانبين، ولكن سرعان ما تم احتواء الأمر والسيطرة على الوضع، وعادت التظاهرة إلى ذات الهدوء الذي انطلقت به. التظاهرة بشكل عام هي تتعلق بأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية، بالتالي نتحدث عن يعني المتعلقين بالجانب الصحي والطبي من الخريجين العام الماضي 2023، وهم المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000. هذه الأعداد يفترض أن يتم تعيينهم مركزيا وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2000. وبالتالي أيضا الوزارة قبل فترة قليلة تحدثت ووعدتهم بأنها سيتم شمول جميع الخريجين، وأنها لديها بقرابة 50,000 درجة وظيفية وما يزيد عن ذلك. بالتالي نتحدث عن احتواء كامل لهذه الدفعات، يعني الخريجون لعام 2023 هم بحدود 57,000، وبالتالي سيكون لديهم احتواء كامل. ولكن بعد فترة من الزمن خرجت وزارة الصحة وتحدثت عن توفير فقط 29,000 درجة وظيفية لهم، في حين أنهم أكثر من 50,000. بالتالي هذا ما ولد لديهم تضجر وكذلك أيضا انتعاض لما اتخذته وزارة الصحة من قرار ومن خطوة، خصوصا وأنها وعدتهم باحتوائهم بشكل كامل، وأيضا القانون ينص على شمولهم بشكل كامل دون استثناء كونهم من الفئات التي يفترض أن يتم تعيينهم مركزيا. وبالتالي هذا ما جعلهم اليوم يخرجون هنا في العاصمة بغداد من مختلف المحافظات العراقية، توافدوا إلى العاصمة وتظاهروا بشكل سلمي وهم يطالبون بحقوقهم وتطبيق القانون من أجل إنصافهم بشكل كامل وعدم شمول جزء منهم وبالتالي يتعرض الجزء الآخر للمظلومين. نعم، شكرا لك مراسلنا بدر الركابي من بغداد على جميع هذه التفاصيل.